ابو اياد. واياد كيف معلوماتكم بالفوتبول؟ انا صفر الصراحه. مين معلوماته اكثر؟ طبعا انا. رح نشوف. يلا بس بدي خسروا. بدنا نشوف. رح اسالكم السؤال، اللي بيجاوب صح حيطلع له كب كيك معتبر. ايوه تمام تمام. واللي بيجاوب غلط راح يطلع له كب كيك شغل ايدان ام اياد. يا لطيف. جاري لينكر لاعب نادي توتنهام وبرشلونه السابق، وعنده برصيده 330 جول. السؤال، قديش معه جاري لينكر جوال بكأس العالم طوال مسيرته؟ هو لاعب كأس عالم واحد سنتين يمكن. مش لأعرف أول شيء. أبو إياد نقى 8 أهداف وإياد 55 هدف. خلينا نشوف مين جوابه هو الصح. مكان لعيب. جاهزين تعرفوا إذا أجوبتكم صح أو غلط؟ أيوه يلا يلا تفضل. طمني كيف نكهتها؟ اوف شو طعمتها؟ مش عارف. لا بي رؤية لا لا طيح. شو طعم بدك خبرني شو طعمتها والا حتاكل نتش جديد. مش عارف شو؟ تقريبا جرب جرب بعد يمكن ما قدرت تعرف. جرب. توم ابو اياد هو اللي ربح لان جاري لينكر عنده 10 اهداف طوال مسيرته بكأس العالم. ابو اياد جاوبه كان 8 اهداف هو الاقرب، بينما اياد شطح كثير ونقى 55 هدف. وين روني؟ كلكم بتعرفوه. بعرفش غيره. لاعب مانشستر يونايتد السابق ومنتخب انجلترا. صح. عنده برصيده 366 جول طوال مسيرته. مين عنده اهداف اكثر بكأس العالم؟ روني او جاري لينكر؟ ابو اياد اختار جاري لينكر، اياد اختار روني. لنشوف. روني عيوني هلا خسرت. هات نشوف. انا معك هلا. جاهزين تتذوقوا اما شراب ام اياد للجواب الخاطئ واما شراب معتبر للجواب الصح؟ تفضلوا اكتشفوا. منيحة شوف ريحتها. هذه كمان منيحة. اشرب شوف. اياد جوابه خاطئ لان روني عنده هدف واحد بس بمسيرته كلها خلال كأس العالم. وهذا حار وياد وحش بالفوتبول. وحش كاسر. شو بدك تغني؟ جيراردو بيدويا مدافع كولومبي معتزل معروف بعصبيته لدرجة كانوا يلقبوه بالوحش الكولومبي. السؤال، كم مرة جيراردو انطرد من الملعب؟ ما في احتمالات بكأس العالم ولا عادة؟ بكل حياته. كم مرة انطرد؟ أبو إياد جوابه 14 مرة، إياد جوابه 20 مرة. خلينا نشوف يا أوادم. هذا حتى ابو اياد جوابه خاطئ لان جيراردو بيدويا انطرد 47 مره وبالتالي اياد جوابه اقرب. حليف شفت؟ طيب اياد ها؟ طبعا مش قاعد كل حياتي برات الملعب هذا 47 مره في كم ماتش لعب؟ كسبنا هذا ما بدي اكل كلها لا لازم احذر من شغله اياد كلها حتى هيك اكلك طيب. سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق والغني عن التعريف، برأيكم
مين عنده بطاقات حمر أكثر؟ راموس أو جيراردو؟ هذا تاع كولومبيا هذا؟ صح. راموس أو جيراردو بيدويا؟ بطاقات حمر. صح. فرجي الجواب أبو إياد. إياد. أبو إياد جوابه بيدويا راموس. إياد جوابه راموس. لنشوف. ليش تعرفوا انت اصلا تكتب هيك؟ بعرف والله بس غير يا ما لعبنا احنا وياه سوا. انا مرتين كسرني قمت قرأ عندنا بالمنطقه كان يلعب هو قبل ما يروح على برشلونه. تحبوا النسكافيه؟ اكتب الشيء دخيلك والله راسنا لانه خلص بدنا نسكافيه. تفضل يا حبيب قلبي نشربوا مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاث. اياد جوابه خاطئ طبعا لان راموس ما انطرد اكثر من بيدويا، بيدويا معه 47 ما ده 47 صحة وهنا صحة وهنا شراب يا دي بيبي جوارديولا كمان غني عن التعريف، مدرب برشلونة سابقا والمدرب الاسطوري لنادي برشلونة اللي جاب السداسية التاريخية صح. كم لقب معه طوال مسيرته؟ هذا هو السؤال. كم درب يعني؟ كم درب؟ حتى مع كل شيء المان سيتي كل شيء. بعذبكم الإجابات. أبو إياد جاوب 22 لقب وإياد جاوب 13 لقب. لنشوف مين صح مين غلط. بس هذا رقم نحس يا زلمة 13 حط 14 عم تدفع من جيبتك أنت. مش كده تعب بس. لا تقول لي هذا بيقرب بيدويا هو تلاقي هو كان عم يلعب معه بيدويا هو عم جاهزين يا بيدويا يلا بالهنا والشفا مع بعض طيب يلا مع بعض اكلت مقعد اياد جوابه خاطئ لان ابو اياد جوابه اقرب بيب جوارديولا حقق 29 لقب لحد اللحظه. شكر كتير كبير لرينات كير اللي عم يدعمونا ويعطونا الفرصة لنعمل حلقات نلعب فيها معكن وتربحوا جوائز. ما تنسوا تزوروا رينات دوت كير لتحصلوا على 30% حسم على منتجات. سير أليكس فيرجسون الغني عن التعريف كمان مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق وهو مدرب أسطوري. مين حقق ألقاب أكثر؟ فيرجسون أو جوارديولا؟ أبو إياد اختار فيرجسون، إياد اختار جوارديولا. لنشوف. شراب التوت. شراب الورد. هو يلا مع بعض، مع بعض. واحد، اثنين، ثلاثة. اثنيناتنا خلاص. لا ابو اياد شرابك صحيح بس ليه هالقد والله انا اختلطت علي عشان فيرجسون عنده برصيده 48 لقب بينما جوارديولا 29 فبالتالي ابو اياد هو اللي فاز كمان خال هيدا خال ايه هيدا خال نظف تمام خال مش حالي السؤال الأخير إدوين فاندر سار كمان تعرفوه حارس مانشستر يونايتد السابق ومنتخب هولندا عنده برصيده 132 مباراة ما تلقى فيها أهداف. السؤال بيقول مين عنده رصيد أكبر من عدم تلقي الأهداف بيتر تشيك أو فاندر سار؟ أنا ما بشك بيتر تشيك إياد وأبو إياد اختاروا نفس الجواب بيتر تشيك معك على الموت خلينا نشوف يلا هلا بتاكل بتنبسط بي ها بس انت بتبلش قبل ماشي عم بتشك يا بي شو مطولين لا ورا بعض شو تاكل وبتشرب حمول الكيك يلا تفضل ها
ففتنا اثنين كيلو واشربوا عدل ثلاثة واحد اثنين ثلاثة روح كيف يا قويات تمام؟ ما سألتني ليش؟ كيف هيك؟ ما يمشي لأنه بالمجموع أنت خسران وأبو إياد هو اللي ربح. ما شغل هيك يا هلامة. ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وشوفونا بالحلقات الجاية. من بعدها بالشاطئ اسعاف اسعاف يا بيي اسعاف طول بالك انت كمان شو بالك شو اكل شو اكل يعني